وإلى فقرة فنية لطيفة. الآن سعد عبد الله طالب ثانوي وفنان سعودي شاب يبدع ويمتع في أدائه للألوان الطربية المختلفة ويعزف على آلة الأورج أيضا. بالفعل هو موهبة واعدة اكتشفها والده، وهو بالمناسبة مغن أيضا وعازف عود، وقرر دعمه معنويا وماديا. سعد معنا اليوم في صباح العربية بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية عن مسار الغناء. وطبعا المسابقة ترعاها وزارة الثقافة والتعليم السعودية بهدف اكتشاف وتطوير مهارات الطلبة والطالبات في المجالات الثقافية والفنية المختلفة. الطالب والفنان سعد عبد الله ووالده في ضيافة صباح العربية. ترجعي لو قلت لك اني احبك للابد، ترجعي لو جيت لك بكره على اخر وعد، ترجعي لو قلت لك اني احبك للابد، ترجعي لو جيت لك بكره على اخر وعد. وطبعا مشاهدينا الآن ينضم إلينا الفائز في المسابقة الثقافية الفنان سعد عبد الله، وطبعا أيضا والده اللي اكتشف هذه الموهبة. صباح الخير لكما وأهلا وسهلا فيكم في صباح العربية. خليني أبلش معك يا سعد مباشرة، طبعا يعني حدثنا أكثر عن هذه الجائزة التي فزت بها، ماذا تمثل لك وشو يعني تطلعاتك هيك للمرحلة القادمة على الأقل؟ أهلا وسهلا قناة العربية، صباح الخير صباح العربية. بالبداية كنت طالب في المتوسط، اكتشف موهبتي الوالد الله يطول بعمره ويحفظه إن شاء الله، والوالدة ودعموني دعم مادي ودعم معنوي، والحمد لله طلعوني للون اللي أنا كنت أبغاه في الغناء ودعموني الحمد لله يعني. والمسابقة مسابقة المهارات الثقافية أول مشاركة لي، والحمد لله حققت المركز الأول واستفدت أشياء كثير كبيرة في معسكر المسابقة بمساعدة المايسترو الخبير يحيى مساوة الله يعطي العافية، تعب معانا ما قصر معانا، علمنا على المقامات الموسيقية والنوتة والحمد لله حققت المركز الأول. طيب سعد، أنا حابة أسأل والدك جنبك الأستاذ بندر، كيف اكتشفت موهبة سعد؟ أنت نفسك مغني ويعني أنت موجود في هذا المجال فنان أيضا، بس كيف اكتشفت الموهبة بابنك ومن أي عمر بلشتوا؟ الكلام موجه لي؟ نعم تفضل. اسمي عبد الله مش بندر. عبد الله أنا أسف. هذا أول شيء. معلش، البداية كان من الصغر سعد تقريبا بدايته الأول متوسط، فسمعته كذا مرة بيغني، هو يشوفني أحيانا أني أعزف العود وأغني، فلاحظ فيه أنه يغني بس وعنده عنده عنده خامة حلوة، عنده شيء يطلع منه. فقلت ليش ما أدعمه وأشتغل عليه، فالحمد لله حلو ما هو عليه وهذا هو الآن. يعطيك الف عافية. واضح بانه سعد يعني ياتي من رحم عائلة فنية ايضا، انت بتلعب العود وهو ايضا مش بس صوت جميل ولكنه ايضا يعني على بيلعب على الاورج. احنا انا بقول خير الكلام ما قل ودل، خلونا نسمع شيء صح افضل، يا ريت لو تسمعونا شيء. يلا نسمع ان شاء الله. شو نسمع؟ بروح ما بقى وياك. بروح وما بقى وياك، بقى وياك وخلى عزت نفسي رغم الحب رغم
طعم الحب وقالت لاني كنت لك نامة من الله عليها ما حمدت الله وقالت لاني كنت لك نامة من الله عليها الله. صوت جميل صوت فعلا. جميل جدا. ولفتني اختيار اللون في الغناء، يعني هذا اللون عادة نسمعه ربما من فنانين أكبر سنا، جيل الشباب بيكون يتجه إلى نوع آخر من الغناء. ليش اخترت هذا اللون؟ أنت ذكرت بأنه الوالد كمان يعني وجهك للون اللي أنت كمان بتحبه. ما يعني الإحساس يطلع فيها اللون، عرفتي؟ أغني بكامل إحساسي في هاللون، وعندي ألوان ثانية أغني ألوان ثانية مو مشكلة. سعد كم عمرك؟ عمري 17 سنة. لسه بتدرس بالمدرسة صح؟ بالثانوية؟ إيه توني في المدرسة. صعب أنك توفق بين الدراسة وبين المجال الفني، يعني خاصة أنه بيتطلب ساعات طويلة من التدريب؟ لا 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 قادر أنه يوفق. أبداً أبداً، الدراسة شيء وال طيب إيه قبل ما نختم سعد مرة تانية. سعد احنا ضايل معنا تقريبا دقيقة، حابين نسمع منك شيء ونختم البرنامج، يعني ختامها مسك بصوتك الجميل. تفضل. يلا شمس اليوم يمكن تقولي واليوم يمكن تقولي يا نفسي انك سعيدة تشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديد واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة تشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديد وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معك واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة تشهد على صدق قولي